السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية يا جيمرز أند جنتلمان. معكم أحمد بهجة من قناة فرجني وفيديو جديد والمزيد من The Last Guardian، الوحش الجميل الكيوت. هنشوف دلوقتي القصة إيه اللي هيحصل فيها. وقبل ما نبدأ، لو أنت أول مرة بتشوف الفيديو اشترك في القناة، ولو أنت مش في القناة اتفاعل لو سمحت واديني لايكات وكومنتات لو عندكم أي تعليقات على القصة عشان الفيديو ينتشر يوصل أكبر عدد ممكن من الناس. وهيا بنا نلعب. لحظات جميلة يا جماعة، مش عايز اقطعها بصراحة. قمة الحب والرومانسية ما بين الطفل وتيريكو. طيب نلعب بقى دلوقتي. انا ساعات كتير بغلط، بدل ما بيتهم بقوم زقه فبيزعل يعني. خلينا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. انا طبعا اكتشفت ان في سلم معلق هنا، وكنت بحاول ولازلت احاول اللي هو يطلع فوق، يعني يقف فوق اطلع عليه انط من فوقيه كده يعني، بس يوصلني للسلم فوق يعني. طيب حلو حلو، بدا ينتبه اهو. ايشو كوماند، المفروض انا اعمل كوماند اديله امر اللي هو ايه، يقف بالقرب من السلم. ايوه الله ينور عليك، جميل والله. طيب نتسلق بقى، اقفز اقفز، يلا خليك مكانك اوعى تتحرك. هو يعني هو هنا اقرب، بس هنا مش عايز اطلع هنا، مفيش حاجه تقريبا هنا. يا عم انت ليه واقف عندك هنا؟ اطلع. ايوه سلم اهو، حلو حلو ممتاز. يا جماعة اللعبة تصميمها ممتاز يعني. يعني شوية فوازير وأحاجي كلها مختلفة عن بعض، وتصميمها مبدع بصراحة يعني. نعدي الخشبة دي، يا نهار أزرق. نجرب تاني نجرب تاني، واحدة واحدة، بالراحة بالراحة. أيوه أيوه. طيب هنمشي بقى إيه؟ لأين سيؤدي هذا السرداب؟ هذا ليس سردابا، هذا مش عارف اسمه ايه بصراحة. طيب نتعلق. هو انا ملاحظ اللي فيه شباك فوق تقريبا، فتحة كده زي الشباك، شوف كده تحتيها، انزل تحتيها تحتيها يا عم. ايوه نط بقى، جامب كلايم، حلو مسك فيها اهو، يعني مكان على قده بالظبط يعني. ما هذا المكان الغريب؟ هو واضح الكاميرات الخشب دي بتقولي تعالى ايه، امشي عليا. يوتي يوتي كيوت كيوت جدا والله، جميل. طيب ايه، طب يعني ننزل ازاي؟ طيب مش راضي ينزل. طب بعد تفكير عميق يا جماعه ومحاولات، يعني لقيت ان انا ما قداميش حل غير ان انا احاول انزل من هنا ونروح لهذا المكان بنتحايل عليها عشان خاطر نعرف نوصل للمكان اللي احنا عايزينه. انا كل تقريبا اللي انا محتاجه ان انا انزل تحت بطريقه ما، غالبا الغرفه دي او المكان الحيز الكبير ده هو نفس المكان اللي واقف جنبه تيريكو. تيريكو طيب بعدين نوصل لغايه فين؟ اوكي القفزه تمام بقى. ايوه امسك نفسك. انت مزوقني، بص مزوقني. طيب هنا مش نافع برضو، انا وصلت لللاوير. طيب نعمل ايه؟ طيب نعمل ايه؟ وبعد تفكير عميق يا جماعه توصلت للحل الامثل برضه، اللي انا انط النطه دي.
ادي نزلت ليفل، فاضل انزل ليفل ده كمان، نعمل بقى ايه هانج، نعلق نفسنا. ماشي انزل انزل بالراحه بالراحه، سيب بقى. الحمد لله الحمد لله. طب ايه هنعمل ايه؟ نعدي كده؟ مش عايز يعدي كده. طب ايه نرجع تاني، ما عنديش مشكله يعني. محاولات عمال، انا قضيت 5 6 دقايق عمال احاول اجي يمين اجي شمال وما لقيتش حل غير انا ايه فقط انزل على المنطقه اللي هو بتاع ده بس. يا نال ده الحل الوحيد يعني، فكرت كتير لقيت الانسب حل انا اجي في الحته دي واقوم ايه انط بقى وهو يمسك نفسه بقى. فود السوبر هيومن ده. انت كويس يا ابني؟ انت كويس؟ مفيش حاجه فوق، وده باب مقفول. طيب نروح بقى نشوف المقبض ده، ده فيه حراس دول ولا ايه؟ ده شكلهم حراس وبيعملوا روتيشن، عم يلفوا، وواضح جدا الحته اللي فيها الاضاءه دي هي الحته اللي بتكشف يعني، المفروض ما اقربش منها. طيب ايه اروح اخش اتسحب واحده واحده؟ طب هما بيسمعوني طيب ولا لا اضاءه بس؟ خلينا نعدي موضوع الاضاءه ده. بالراحة يا ابني بالراحة يا حبيبي بالراحة. ايوه ايوه شد بسرعة بقى، شد بسرعة شد بسرعة، شد 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 تريكو. ايوه حبيب قلبي اهو ظهر اهو، يلا 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 افتك بيهم، خش افتك بيهم. ايوه هفتح لك الباب ده، فتح الباب فتح. يلا صباح الخير يا شباب، صباح الخير. اديهم يا تريكو اديهم، فرتك ابوهم. انت لسه بتقوم انت مش عارف يعني، حالهم ملوش منهم جدا يعني. جابوا عندي اهو. ايه ده يا تريكو، ايه ده حبيبي، خلاص خلصوا 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 خلاص يعني جامح خلاص يا تريكو خلاص يا حبيبي. Calm down. Calm down, Johnny. Calm down. طب روح هناك بقى نديله اوامر، نجرب بقى ايه الاوامر. جرب كده نروح. ايوه انت ليه بتهبط في الارض؟ بالراحه على الارض يا حبيبي بالراحه على الارض، مش شايف حجمك؟ نطلعه فوق بقى، يطلع فوق، نط نط اقفز. لا ما لا مش قصدي كده، مش قصدي كده يعني، اقف يعني قوم اقف على حيلك يعني. ها ها انا معاك، انا معاك والناس كلها معاك يعني، مستنيين اهو. يلا ايوه ها بتفكر فيا. ايوه ايوه الله ينور عليك حبيبي حبيبي. يا انت محتاج شويه صبر بس، انت كويس والله يعني، يعني بالذوق وبالهداوه كده بتيجي يعني، بالحنيه بتفك. نطلع السلم ده. في خرم تاني اهو او شباك، خش في الشباك. هيطلعني على نفس المكان اللي انا جيت منه بس من الناحيه التانيه. ايه الجو الغريب ده؟ عالم غريب، استراكشر واقف على مفيش يعني، اللي هو مستحيل عمليا يعني. بس ايه اساطير بقى.
شم الهواء، شم هواء جميل فريش. طيب نشوف بقى نروح فين. بص فوق هنا كده مفيش اي حاجة. كان هانج هنا، ممكن اتعلق هنا اهو. ماشي هانج بقى، خلص الطريق هنا. انزل بالراحة، واحدة واحدة بالراحة يا ابني، بتخوفني عليك والله، بقلق عليك يا. ماشي هنلاقي ايه في الاخر بقى؟ اوكي هو في فتحة تانية ايه، شباك اهو، بس واخد بالي منه. طيب اوكي مكان شبيه جدا للمكان الاخر يعني. ده بس فيه عساكر تحت برضو. واحد اتنين تلاتة، ونفس الكاميرات الخشب اللي بتقول امشي عليا. طيب نقفز، امسك نفسك امسك. انت جبت الجرأة منين دي يا ولد؟ طيب نقفز هنا، نروح بقى فين، يمين ولا شمال؟ انا عايز الحاجه اللي تنزلني تحت، نجرب كده. خلينا من اهل اليمين، يلا يا رب من اهل اليمين. ايوه نطلع هنا عشان ننزل الناحيه التانيه تحت، مفيش حاجه، ده في عساكر كتير. اربعه، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يعني أقول تلاتة هنا وتلاتة الناحية التانية، ستة. واضح إن المعركة هتبقى أشرس المرة دي. طيب بعد تفكير عميق وطويل ارتقيت إن أنا المفروض أنط من هنا عشان ده السبيل الوحيد اللي وصلني هنا. امسك، برافو عليك والله يا ابني، برافو يا ابني والله، مرفع راسنا يا ابني والله. طيب بعد كده المفروض بقى نجرب نقفز القفزة العظيمة من هنا زي المرة اللي فاتت. الحمد لله، بص نزل عمل لاندنج المرة دي. بس نشوف بقى ده السيكونس بتاعهم ايه، ثلاثة مع بعض وثلاثة مع بعض، الشمال واليمين. المفروض اجري في النص كده، المفروض اجري في النص. اجري يلا اجري، اجري ولا استنى؟ متهيألي كده كلهم مدين ظهرهم، مديني ظهرهم، بس انا عايز اجي هنا من الناحيه دي. بالراحه بالراحه بالراحه، اوعى تيجي على النور. ايوه نفتح بقى التريكو. انت لسه هتنده، شد يا عم، لسه هي تريكو. تعالى يا معلم ورشهم وخلص عليهم، تعالى. ايوه بقى، ايوه بقى، ابعد عني ابعد عني. لا لا لا، دوس على كل حاجه، دوس على كل حاجه. انا مش يعني الراجل قايم جنبي على طول، قايم في حضنه. الله عليك يا تريكو، الله عليك، ملاك الحارس. حط عليهم يا تريكو، حط، عدوني انتوا شويه كده بس بعد اذنكم. ايوه اتعامل معاهم انت بقى. هدى كمان، هدى كمان، اوعى تسيبه. ده كمان طياره، طياره هناك، وقعوا في الهواء. الله ينور عليك، برنس والله يا تريكو، برنس. خلاص يا تريكو، ايه ده حبيبي، خلصوا خلصوا خلاص، ايه خلصوا خلصوا. انا يا ابني انا اللي بندهلك انا اهو. ايه ده ايه ده، خلاص مفيش حد تاني، تعال روح هناك وتشوف في ايه. مفيش حاجة، باب مقفول، ووراه حاجة برضه المفروض أوصل لها بطريقة ما. عادي نفس السكة، هو واقف عليه وعامل الحوار ونشوف. بس هو غضبان، أنا عايز أهدي أهدي من روعه شوية. اهدى يا معلم حبيبي، كالم داون جوني، كالم داون.
اهو عم تدي نظره القطط اهي خلاص. يجو 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 تعالى بيت تعالى بيت ادرك بيت. الله مش قصدي والله انا عم انا اسف يا عم يا عم انا اسف مش قصدي. طب نهدي فيك شويه. زعلان شو زعلان مني ازاي؟ بص بص يا جماعه عينه عمال احاول اهدي فيه وهو مفيش. بص معلش معلش سو كيوت اهدى شويه ريلاكس. طب يا جماعه انا شايف ان ممكن نكتفي بهذا القدر في الفيديو القدر اللذيذ ده. كان في كم لغز صعب حليناهم مع بعض وما تطولش عليكم الفيديو يعني. كان معاكم احمد بهجه بقناه فرجني عقبال ما تريكو يهدى. وسيبوا لي طبعا ما تنسوش تسيبوا لي تعليقاتكم تحت ايه رايكم في الفيديو رايكم في القصه وفي الاحداث ولا هي مسليه ولا لا رايكم في اللعبه عموما. وطبعا التفاعلات يا جماعه. لو انت اول مره تشوف الفيديو تشترك في القناه. واشوفكم يا شباب الفيديو الجاي ومع السلامه. Yeah.